السلام عليكم. ده الموقع ده كويس جدا في موضوع التعليق الصوتي. خلينا نبدا مشروع عشان نشوف الفكره هتتم ازاي. انت تسمي المشروع بتاعك الاسم اللي انت عايزه، وبعد كده بيديك بقى تقول انت عايز اوديو ولا عايز فيديو، والمجال بتاعك هيبقى بودكاست او اوديو او زي ما انت عايز. هنقول له مثلا فيديو، واقول له مثلا ان انا عايز اعمل حاجه مثلا زي مثلا اي حاجه من دول، خليها ايه ليرنينج فيديو. يعني في ناس كتير بتبقى عايز يعمل فيديو بس هو مش عايز يطلع بصوته او مش عايز يطلع بشغل الكاميرا او لاي سبب من الاسباب يعني. فانت ممكن تيجي هنا وتكتب التكست اللي انت عايزه. فانا كنت سالت شات جي بي تي سؤال، فاخدت الاجابه بتاعت السؤال، يعني مش انا كمان هكتب المحتوى، تمام، وهروح للموقع بتاعنا واقول له التكست اهوت. فبقول له قسم لي السكريبت ده، ما تخلوش حته واحده. بيقول لي عايز تقسمه بالباراجراف ولا عايز هو يبدا يشوف. فبقول له قسمه بالباراجراف، فياخد التكست ده وبيعملوا لي كل جمله لوحديها، تمام. طيب ممكن يكون ده حوار بين شخص واخر، فانت محتاج ان انت تغير الصوت. فانا ممكن اقول له مثلا انا عايز اغير الصوت للصوت دوت، تمام، واجي مثلا على الجمله دي واقول له غير لي الصوت لصوت واحد اخر، فيبقى في حوار. البي ار او ده اللي هو حاجه يعني بروفيشنال، فده بيبقى فلوس، تمام. طيب خلينا نسمع من الاول خالص. هقول له شغل، هو بيبدا يكون صوت. Hello there, as a YouTube creator expert in the hero niche, I'm here to help you come up with 45 different video ideas. Let's get started. Answer specific questions. Who are the top 10 strongest heroes? هتلاحظ ان في اكتر من صوت موجود، وتقدر تتحكم في السرعة بشكل رهيب، تمام، وهنا برضه تقدر تدي تحكم. كل ما تقف على واحدة بيديك ان انت تقدر تتحكم فيها، تمام. ممكن جنرال تقول لا ده انا عايز مثلا اخليه كانه متضايق. فما شفتش صراحه موقع فيه الامكانيات دي قبل كده. Answer specific questions. Answers. تقدر تغير من انجري تخليها مثلا حزين او فريندلي. هو تقريبا بيبقى متاح ليك 10 دقايق، فاحنا سألك نعمل تقريبا 3 دقايق ال 10 ثواني، تمام. تقدر تعملها شير او تقدر تعملها اكسبورت وتصدر الملف دوت فويس اونلي، او ممكن تزود عليها موسيقى او تحط السكريبت او تصدره كأنه هو فيديو ام بي 4 وهكذا. طيب بعد كده بنلاقي هنا ان انت ممكن تعمل اكسبلور للاي اي فويس، تبدا تشوف الاصوات كلها وتختار منها. ممكن تعمل امبورت السكريبت، عندك سكريبت فتروح عامل له امبورت. ممكن تقول له انا عايز ازود ميديا، يعني عايز ازود مثلا فيديو او صور او موسيقى، فانت ممكن تختار اي صوره مثلا الاشجار، بحيث لما تصدرها يبقى الفيديو يظهر معاك الصور اهيت بالشكل دوت. هنبدأ نشغل هو الفيديو. Hello there, as a YouTube creator expert in the hero niche, I'm here to. تقدر تتحكم برضه في الصوت من هنا، تدمج ان صوت الفيديو لو انت حاطط فيديو. ممكن تقول له الاعداد بتاعه الفيديو، ممكن تخليها سكوير، ممكن تخليها تحدد السايز بتاعه. هنا لو انت عندك سب تايتل، تمام، يبدا يظهر عندك السب تايتل هنا. فالموقع صراحه يعني افضل بقى الواحد شفته بالاختيارات الجميله الموجوده فيه وجوده الصوت، وان شاء الله يعني يبقى مفيد.